ولمزيد من التفاصيل والتعليق ينضم إلينا الدكتور زكريا فؤاد أستاذ البحوث الزراعية هاتفيا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. والاستاذة المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور زكريا، يعني هناك الكثير من الرسائل التي يعني استطعنا ان نستنبطها ونستنتجها ونفهمها من خطاب السيد الرئيس للفلاح والمزارع المصري في يوم عيده. خلينا في البداية نتكلم مع حضرتك عن الصورة الأشمل والصورة الأكبر، وإزاي حضرتك شفت وبتشوف تقدير واحترام الرئيس السيسي للفلاح المصري والمزارع المصري وتقديره لمدى أهمية دوره في تحقيق الأمن الغذائي في الوطن. طبعا الحقيقة احنا بنشوف الإنجازات على أرض الواقع وخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجموع مزارعي وفلاحي مصر والشعب المصري كله بمناسبه عيد الفلاح اللي بيوافق العيد السبعين يوم 9 سبتمبر من كل عام. الحقيقه الانجازات في الفتره السابقه في الثمان سنوات السابقه بتدل على اهتمام القياده السياسيه واهتمام الحكومه وكافه القطاعات بالقطاع الزراعي ومن ثم بالفلاح والمزارع المصري، بيتمثل في العديد من الانجازات اللي بنذكر منها المبادره الرئيسيه حياه كريمه اللي بتهتم بكل شؤون الفلاح والمزارع المصري واسرته من الناحيه الزراعيه والناحيه الصحيه والناحيه التعليميه له ولابنائه. بنجد العديد من المشاريع بنذكر منها تطحين الترع اللي بتؤثر تاثير جيد جدا لمزارعي مصر، واللي الدوله قامت بمجهود كبير في عمليه تطحين الترع لالاف الكيلومترات من الزرع المصري. بنجد ايضا ان انجازات على ارض الواقع ان احنا الدوله المصريه بتقوم بمجهود كبير في عمليه التوسع الراسي والافقي وزياده الانتاجيه والجوده لكافه المحاصيل. ايضا الزراعه التعاقديه اللي زادت بصوره كبيره في السنوات الاخيره لضمان ربح مناسب للفلاح المصري ومنتجاته ولتحقيق التأمين والأمن الغذائي المصري في ظل الظروف العالمية وفي ظل التغيرات المناخية وما لها من أثر سلبية على الزراعة. فالحقيقة الإنجازات على أرض الواقع كثيرة جدا، وفي السنوات الأخيرة بنلمس كلنا تلك الإنجازات. طيب، بالحديث عن ما هو ملموس يا دكتور، دائما يعني نقول انه لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل. نتحدث عن تنفيذ اكثر من 320 مشروع زراعي خلال الثمان سنوات الماضيه بتكلفه اكثر من 40 مليار جنيه. كيف استطاعت هذه المشروعات الزراعيه في وقت الحقيقه العالم كله يتحدث عن يعني زياده مساحات الرقعة الزراعيه والرقعة الخضراء، كيف استطاعت ان هذه المشروعات الزراعيه بطريقه او باخرى في بث المزيد من الطمانينه في قلب المواطن المصري فيما يتعلق بتحقيق الامن الغذائي؟ الحقيقه طبعا احنا بنلمس في تلك النقطه في الامن الغذائي، كل هذه المشروعات اثمرت على تحقيق امن غذائي مصري، وان مصر تحقق التوفير الغذاء المناسب والملائم والنظيف للشعب المصري كإنتاج محلي في المحاصيل البستانية. عندنا اكتفاء ذاتي من المحاصيل البستانية الفاكهة والخضر، ولمسنا طفرة في السنوات الأخيرة كمان في تصدير هذه المحاصيل البستانية وغيرها إلى أسواق عالمية، ودخول مصر ولأول مرة لأسواق جديدة في آسيا زي الصين وفي بعض الدول الأخرى. ما اقتصرناش على الدول الأوروبية والدول العربية، لا، فتحنا أسواق جديدة وقدرنا إن احنا في ظل الأزمات العالمية اللي ابتدت بكورونا وبعدها روسيا أوكرانيا والتوترات المناخية، لكن قدرنا بفضل الله إن احنا نحقق إنجازات في المجال الزراعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري سواء في الكم والكيف، وتحقيق طفرة الحقيقة في تصدير الأسواق الخارجية وتوفير عملة صعبة. النقطة دي في منتهى الأهمية يا دكتور، وأي حد حتى المش متخصصين قوي دايما هيقول لك إنه فكرة إن أنا يبقى عندي أصناف جديدة وأستنبط أصناف جديدة دي حاجة مهمة قوي. من واقع يعني عمل حضرتك وخبرتك طبعا كأستاذ للبحوث الزراعية، إزاي الدولة المصرية قدرت تدعم الأخصائيين والمتخصصين وكل حتى أساتذة الجامعة ومن هم يعملون في المعامل الزراعية المختلفة لتحقيق المزيد من فكرة استنباط واستخراج أصناف جديدة؟
نطلع بيها للأسواق العالمية، نتجه بيها إلى يعني أو نقرب بيها المسافات لتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض السلع الغذائية حتى. دي فعلا نقطة مهمة جدا، إن إنتاج أصناف جديدة تتحمل الظروف الغير مواتية، صحيح، الظروف المناخية، وتتحمل الظروف لو في جفاف، لو في ارتفاع في درجات الحرارة، تتحمل والتغيرات المناخية يا دكتور اللي عمالة تحصل في العالم كله. طبعا ده شيء مهم جدا، التغيرات المناخية بتؤثر تأثير سلبي على الزراعة، فاستنباط أصناف جديدة بتكون قادرة على التحمل والتأقلم كنوع من أنواع الأقلمة وكنوع من أنواع التخفيف من آثار التغيرات المناخية، إن هذه الأصناف يكون انتاجيتها عاليه وجودتها عاليه في ظل هذه التغيرات، فبتحافظ على الانتاج بل بنزيد، وده بيحقق اكتفاء ذاتي لهذه المحاصيل، وبيحقق مرونه وصمود في ظل التغيرات المناخيه اللي كل العالم يعني حاسس بيها وبيتكلم فيها. ويمكن في هذا السياق ان من ضمن اهم بنود الاجنده الاستراتيجيه في الاجنده الوطنيه للتغيرات المناخيه كان المجال الزراعي والقطاع الزراعي، وكذلك مصر تستضيف مؤتمر دول الاطراف 27 في نوفمبر 2022، وأحد المحاور الأساسية في القضايا اللي هيتناولها هذا المؤتمر العالمي الدولي الهام واللي بتنظمه مصر هو القطاع الزراعي، فإنتاج واستنباط أصناف جديدة من الأهمية المكان للحصول على محاصيل ذات جودة عالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وللتصدير للأسواق الخارجية. نعم، الدكتور زكريا فؤاد أستاذ البحوث الزراعية، جزيل الشكر يا فندم لوجودك معانا النهارده.